أحب مظهر اليوم. تبدين جميلة ديانا. ديانا أنت دائما تبدين جميلة. فتيات، هل داعي إذا كنت طلاء أظافر أريد أن أطلي أظافري؟ لا حسنا فتيات، لا حاجة للتخفيف عني. هيا فتيات، اليوم محمس جدا. محمس لي وليس لكم. فتيات، سأخرج مع ديما اليوم. لا يهم، بعد خروجه معي لن يلقى في حبكم أبدا. من أين كل هذه الثقة؟ فتيات، أنا واثقة. لنرى. ماذا، لا تستطيعون مشاركة ديما؟ سأعطيكم نصيحة صغيرة، ديما ليس كما يبدو عليه. لقد وعدني أنا وأنا وترككم جميعا، أعلم. لكنه لم يوعدنا بعد. فقط لستم الفتيات اللواتي تستحقونه. أوه فتيات، سمعتم هذا الجواب الوقح؟ لاعبات كرة القدم، تظنون أنكم الرائعات هنا؟ نصحناكم بطريقة ودية. ليس ودية، بل أننا نسكن معا. أخبرناكم لتأخذوا حذركم. حسنا فتياتي، فعلوا ما تريدون. سمعتم ذلك؟ هذا فيل جائع يطلب الطعام، وهذا أسد مع جرح في كفه. أنا أنقذ الحيوانات كل يوم وأحتاج إلى المساعدة. لنقم بإعادة هذه الحيوانات إلى حالتها الممتازة ونبني البيوت لكل منهم. قم بتنزيل لعبتنا الآن. أصدقاؤنا الحيوانات في انتظارك. أجل، إنهم يغارون منا. إنهم يغارون لأن واحدة منا ستواعد ديما. سأواعده أنا. هذا كل شيء. لورن، على مهلك. أيس، أشتقتلك كثيرا. أنا أيضا، كيف كنت من دوني؟ حسنا، سرقوا مني البقشيش. من الفائدة؟ أخبريني وستستمتعين. توماس. توماس، ماذا؟ اسمع، لا تنادي توماس. توماس، ما المشكلة؟ سرقت البقشيش. لماذا؟ لكي أشتري لك الورود. أوه آيس، مرحباً وأخيراً عدت. إذن الآن ستعملون بسرعة. انتظر فتيات. توماس، لماذا لا تجيبني؟ بينزا، كم سرق؟ بقشيش 3 أيام. أوبا، أنا في ورطة. تباً توماس، هل أنطلس لما لم تخبرني؟ إلى متى سأنتظر طلبي؟ أنت من أنا اثنان، بسرعة. توماس، أعد المال كله وإلا سألقنك درساً. فتيات، ماذا تريدون؟ نريد 4 آيس لاتي. حسناً، آيس لاتي. توماس، هل سمعتني؟ سأعيد كل شيء. تباً توماس، لا تفعل هذا مجدداً. حسناً شباب، شكراً، لم أحصل على طلبي. حسناً روميو، ديانا ستقول أجل اليوم. متأكد؟ متأكد، كنت أراسلها طوال الليل وأخبرتني أنها مستعدة لمواعدتي. تهانينا، ماذا ستقول لسمايل؟ لما سأخبر سيرى ذلك بنفسه؟ أتعلم تيمون، هذه خيانة، خنت أخاك. هذه ليست خيانة، هذا حب، وفي الحب لا توجد الخيانة. إن سألتموني من سيكون صديقي، سأختار سمايل. روميو، كل شيء سيكون بخير، لا تقلق. فتيات، انظروا، ديما لاعب كرة القدم ينتظر لاعبات كرة القدم. المسكين حائر، لا يستطيع أن يختار واحدة من بينهم. إذا فتيات، لا تهتموا لديما ولاعبات كرة القدم. ديانا، تتذكرين أنك يجب أن تقولي أجل تيمور؟ فتيات، أتذكر. بوني، لما تحدقون بي؟ أوه ديما، الحاجة لتخجل، نحن لا نحدق بك، نستمتع فقط بالكوكتيل. وأنا أتحدث. أوه صديقتك قادمات. مرحبا ديما. أي توقفوا، ماذا تقصد؟ إذن أنا أذهب. أين سيارتك؟ فتيات، انتظروا، ديما تعال هنا. ماذا يعني هذا؟ لورن، لم أختر من سأواعد بعد. لا تعبث مع بيكس، أنا فتاة الانتقامية. أوه حسنا فتيات، انظروا لي فتيات. بيكس، لا يستطيعون مشاركة ديما. ديانا، أنا أذهب عند تيمور. أجل فتيات. أوه بالمناسبة، إنه يراسلني الآن. سنحصل على مرتبطين جدد. ماري، توقفي عن هذا، لأنني سأذهب فقط وأقول لتيمور أجل. لورن، اهدئي، سأذهب في جولة اليوم معه. حسناً، سأذهب في جولة معه غداً. إذن أين سيارتك؟ أمام الشاحنة. لن يركبوا فيها. سنرى. يا إلهي فتيات، إنه ينتظرني، كيف أبدو؟ رائعاً. تحرمني هيا. مرحباً تيمور. مرحباً عزيزتي. لا تناديني عزيزتي تيمور، لا تقلد سمايل. حسناً، خذي هذه لك. آه شكراً، ماذا هناك؟ ستحبينها، أعلم أنك تحبين هذا. آه تيمور، هذا لطيف، كيف عرفت أنني أحب الدببة؟ ديانا، يبدو أنه حصل على جميع معلوماتك. إنه رائع. أحببته؟ كثيراً. ديانا جننتي، ماذا سيظن سمايل عن علاقتكم؟ روميو، لا حاجة للتحدث عن سمايل، انتهى كل شيء بيني وبين سمايل. سمعت روميو، ديانا وسمايل ليسوا معاً. إذن ديانا، هل ستواعدينني؟ هل ستصبحين صديقتي؟ أوه تيمور، هذا معقد جداً. ديانا، مالك؟
تيمور أخبرتنا شيئا مختلفا البارحة، تريد أن تواعدك لكنها تخجل. فتيات ديانا هيا. إذن تيمور ماذا؟ أتتذكرين محادثتنا؟ أخبرتني البارحة أنك معجبة بي. أجل أتذكر. فتيات لا أفهم ماذا يحدث هناك. هل تيمور يطلب من ديانا المواعدة؟ مرتبطين جدد؟ اركبي. إذن أين نذهب؟ هل أقود بسرعة أم نذهب للمقهى؟ لنذهب بسرعة، أحب السيارة السريعة. نرتب سباقا؟ نرتب سباقا. توماس متى ستشتري سيارة؟ لا أعلم. هذا سيء توماس، كل ما تعرف أن تفعله هو سرقة البقشيش. إذن أنا أذهب عزيزتي. هيا. تبا أريد أن أذهب للمدرسة حتى لعبة كرة القدم توعد ديما. لا نعلم من توعد ديما، إنه يتسقع مع ثلاثتهم. لا أفهم أين هم بوني، لا يجيبون. غالبا أمام المقهى. بإيدي سنجد بوني. معلم مايك، أيمكننا التحدث معك؟ فتيات توقف عن الركض خلف المعلم مايك، ابتعدوا عنه. فتيات لا تلحق بي. يا أنا المعلم مايك تغير. أجل لأن المدربة أبي أثرت عليه بشكل سيء، لم أعد اليد اليمنى للمعلم مايك، الآن ينصت للمدربة فقط. يا أنا ليالي لدي مشكلة، لا يريدون أن يخدموني، لم أحصل على طلبي. راين ارحل. رائع، ارحلوا عن الجميع. مرحبا راي. لا تذهبوا للمقهى، خدمتهم سيئة. الجو رائع في الخارج، سنذهب قريبا للمدرسة وسيكون هذا أفضل. أجل شباب، وأخيرا أخرجتكم، هذا رائع. رائع، كيف أقود هذا الشيء؟ زوب جاء، أين المشجعات؟ كانوا قرب الشاحنة يتحدثون مع لاعبي السلة. ألن يأتوا هنا؟ لا. هل الفتيات مع لاعبي السلة مجددا؟ المشجعات يغيرون أصدقائهم بسرعة. ناستيا، أين كانت ناستيا؟ الجميع كان هناك يتحدثون ويضحكون مع لاعبي السلة. لا أفهم، يجب أن نصلح هذا. أليكسا، إنه صديقي السابق. المغرون جاء. تعال هنا، لدينا حفلة هنا. اسمع زومبي، الأفضل أن تصمتوا. كيف، انظر لصديقتي لاعبة كرة القدم. لاعبة رائعة. سعيد لأجلك، لما جئت هنا وتتباهى أمامي؟ مشجعتي أفضل من صديقتك. هذه الفتاة تذكرني بإحدى، لكن من؟ تلك الفاشلة من المدرسة السابقة. صحيح، الفاشلة. ابتعدوا من هنا وإلا ستطردوا أنت وصديقتك. لا أفهم يطردوننا، اهتم بهم. حسناً سأهتم بهم. اقتربوا أيها الزومبي. تهتم بنا، أخرج. أخرج من السيارة. أجل ديما، تتحدث كثيراً، هيا أخرج من السيارة. أخرج من السيارة لتحطموها. ديما أريهم أنك رائع. سأفعل غداً، سنذهب في جولة. لقد رحل. هذا هو ديما. جبان صحيح كيف؟ حسناً، كل شيء واضح. أظن أنه حان الوقت لنرى المشجعات. لا حاجة لذلك، هناك الكثير من الناس. إذا اجلس، أنا سأتزلج. امسكني زكات. ديانا، أعيدك بأن أكون أكثر شاب صادق، وستكون علاقتنا مثالية. سأحبك، لن أخونك ولن أسيء لك. ديانا أيضا. قولي أجل. تيمور وأيضا عدني. أنك فتيات، لدينا تدريب ولم تغيروا ملابسكم حتى. مدرب أبي، لحظة. حسناً ديانا تحدثي. تيمور حسناً لا أعلم. حسناً سأوافق. لدينا مرتبطين جدد. مرتبطين جدد، تيمور وديانا. ديانا تحدثت معك عن العلاقات. مدرب أبي، أعدك أن هذه العلاقة لن تلهيني عن التشجيع. حسناً الآن أستطيع تقبيل صديقتي. رائع، أهنئكم، أعلم كيف سينتهي هذا. مرحباً شباب. ديانا لقد عدت، لقد تغيرت، سأكون أفضل صديق لك. آسف، لكن ديانا الآن صديقتي. هذا مفاجئ حقا. تبا كل شيء سينكسر. حسنا هذا سيكون مثيرا. لم أفهم ديانا. اسمعي، لقد قلت للتو أجل تيمور. أنت أخي وقمت بخيانتي. لم أخونك، إنه الحب. أنا حائر، لم أفهم أي شيء. ديانا هيا فتيات لنذهب للتدريب. تبا فتيات، هل جننتم؟ بحثنا عنكم كثيرا. لما تحدق بي؟ أنت لست أخي بعد الآن. سمايل، لقد انفصلت عنها. سمايل، أتفق معك، إنه ليس أخي، إنه خائن. حسنا لن أتحدث معك، خائن إذن خائن. سمايل لقد عدت، هناك قوانين جديدة، اقرأها. حسنا معلم مايك، جئت للتو علي أن أقرأ القوانين.
عمي مايك لا تزعج سمايل. روميو هذا ليس من شأنك أبدا. سمايل اقرأ. تعرف؟ تعرف؟ أعرف. إذا لما لم تخبرني؟ لم أريد أن أفسد مزاجك. لو أخبرتني كان سيكون كل شيء مختلفا. والآن تأخر الوقت، لم يفوت الأوان بعد. باترك انظر للعبة التي احضرها سمايل. جيجي وماذا؟ اشتريها لي أيضا. جيجي أنت كبيرة لا تحتاجين للألعاب. باترك رغم أني كبيرة إلا أن الفتيات تحب الدببة المنفوشة. والأولاد يحبون الدراجات والسيارات، اشتري لي سيارة. باترك هل جننت؟ كيف تقارن لعبها بسيارة؟ يا إلهي هل رأيت ماذا حدث؟ ديانا بدأت مواعدة تيمور وسمايل اكتشف الأمر. أجل سمايل المسكين، حصل إنه يستحق. ماذا؟ بروفاسي إن عاملتني بسوء سأفعل أنا أيضا هذا. جولي لن أفعل ذلك أبدا. بروفاسي أمل ذلك لأن سمايل قال نفس الشيء لديانا. أخي يمكنك أن تتحمل، حدث لك ما أسوأ. هذا أسوأ شيء، أخي خانني وصديقتي. سمايل نفهم أنك مكتئب وحزين، لكن عندما لم تكن في المنزل الريفي وضعنا قوانين جديدة. سئمت من قوانينكم. سمايل ساعدني أنك عدت. لا تطلب شيئا من آيس وبيتزا، خدمتهم سيئة. هل ستتحدث عن هذا طوال اليوم؟ اذهب واشرب الكوكتيل. لن أذهب لأي مكان. سمايل ماذا حدث؟ لما أنت حزين؟ هل حقا تهتم؟ ابتعد من هنا، ابتعد. حسنا شباب سنذهب الآن، لكننا حذرناكم. إن خالفت القوانين سمايل عندها تلك مشكلتك. يمكنك أن تشارك مشاكلك معي، هذا أفضل صدقني. عندما ذهبت معه في جولة كان مختلفا. لا تقلقي، ربما ديما سيختارك. لا أعلم من سيختار، لم يقبلني حتى. ديانا خيبت ظني. أبي هل أنت ضد العلاقة مجددا؟ تدرينك المدربة القديمة. لا لا فتيات، أنا المدربة اللطيفة، أنا فقط أقلق على التدريب. مدربة أبي، حسنا أجل العلاقة تلهي عن التدريب. لورن لما أنت حزينة؟ ماذا هل تركك ديما؟ هل وعدته ليوم واحد؟ ليس من شأنكم. لورن يمكنها أن تهتم بمشاعرها. حسنا أتعلمون، أريد أن أعطيكم نصيحة صغيرة، الأفضل أن لا تعبثوا مع ديما. مدربة أبي، سنغير ملابسنا ونأتي للتدريب. فتيات فتيات أسرعوا، لعبات كرة القدم لدي سؤال. هل تدربتم يوما؟ أراكم تتسكعون مع ديما فقط. لم نأتي هنا لنتدرب بل لنستمتع. إذا لا تسألي كثيرا. أوه وقحات فتيات، أين مدربكم؟ ألم يخبركم أن تحترموا المدربين؟ لنذهب إلى الحمام. هيا فتيات. بصراحة أنا مصدومة لأن سمايل عاد. ديانا لقد صدم أيضا. ويا لها من صدمة. ديانا لا أفهم لما أنت قلقة، لقد انفصلت عن سمايل. حسنا افهموا فتيات، أنا أشعر بالأسف على سمايل، لكنني أفهم أنني أصبحت صديقة تيمور. بالمناسبة سمعتم ما قاله سمايل، تغير لكي يصبح صديقا مثاليا. أي 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 أي. كم من مرة قال لك هذا؟ 100 200. حسنا ديانا، سمايل في الماضي، أنت وتيمور ثنائي رائع. هيا وإلا ستقتلني المدربة أبي. حسنا هيا. مدربة أبي نحن جاهزات. جيد فتيات، هيا تدريبكم اليوم سيكون صعبا جدا. نحن سعيدات. سيتصبب عرقكم اليوم. فتيات ما هذه التعابير الحزينة؟ نحن إيجابيات. ديانا سمايل لدينا تدريب، فتيات هيئة. ديانا على الأقل خذي هذه اللعبة، لقد اشتريتها لك. تاليسمان لما تستلقي هنا؟ في قاعة الرياضة. إنها ليست غرفة الراحة، هيا انهض بسرعة. ولما أنتم في الجيم ولا ترتدون ملابس الرياضة؟ فتيات اهتميتم هذه الوقاحة؟ أجل هذا ليس من شأنك، انهض بسرعة. نريد أن نجلس. اسمعوا اذهبوا في نزهة، أنا وبوني لدينا حصة تدريب الآن، واضح؟ لا تفكر في العودة لإسمايل. فهمت. يا له من وجه حزين. أجل إنه يلعب بمشاعرها. فرانكس أخلو القاعة، لقد جئنا هنا كي نتدرب. ماذا؟ سمعتم فرانكس، سنتدرب. هذه القاعة مشتركة. فتيات لا تفهمون، أخلو القاعة. حسنا أريد التحدث مع مدربتكم. مدربة فرانكس. اسمعي مدربة آبي، نحن مدربات أنفسنا، نحن أروع مشجعات، لا نحتاج لمدربة. نحن نبلي حسنا بدون مدربة. أنتم بدون حظ بوني. بالتوفيق. ثاني فريق يتحدث معي بوقاحة، تلك الفتيات والآن فروكس. مدربة أبي لا تهتمي، تعرفين فروكس إنهم دائما هكذا، أحيانا يكونون لطيفات لكن نادرا ما يكونون لطيفات.
حسناً فتيات مدربة أبي لنتدرب. حسناً لنتدرب وأخرجوا جميعاً أولادي من رؤوسكم. آه لا تذكروا العلاقات مجدداً. تاليسمان يقول الحقيقة ديانا. فتيات النسر. ألف لام نون صاد النسر بوني هو الأروى. سنتدرب وأنتم ضعوا إعجاباً واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقاً. هيا لنتدرب. حسناً لنتابع الناس. بوني رائع. بوني مرحل. بوني حتماً سيفوز. بوني أبليتم حسناً. تدريب هذا الأسبوع ستكون قاسية جداً. شبه النقفز عالياً هكذا لنعدها لكن بصوت مرتفع. هيا فتيات هيا لنتابع التدريب. بوني رائع. بوني مرحل. بوني حتماً سيفوز.